يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. دائما على عملية الحط اللي هو موضوع كلامنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من يوميتنا، الحط ديال البلاد اللي تنوجدوها للزرع ديال الحبوب. كاين بعض الملاحظات اللي خاصنا نعقلوا عليهم باش تخرج الخدمة ديال الأرض والتربة خدمة جيدة وتنفع الزراعة والعروق ديالها. من هاد الملاحظات، اولا العدد ديال الحطات خاصو يكون مناسب للارض والتربه ديالنا، ويختلف حسب القسوحيه وحتى على حسب الزراعه اللي كانت من قبل والعروق اللي خلاتهم من بعد الجني. ثانيا، الغرق اللي خاص الحط يوصل له خاصو ياخذ بعين النظر الغرق ديال التربه الصالحه ديالنا، اي الغرق قبل ما نوصلوا البياضه ولا الحجر اللي فيها. كذلك عمليه الحط خاصها تخلي من موراها ارض متساويه ومقاده باش تطلع الفلاحه والزراعه متساويه ومقاده حتى هي في الكبل ديالها، وتسهل في خدمتها ومقابلتها والمدويه ديالها وحتى في حصادها. الاتجاه ديال الحط خاصو يكون دائما معاكس في الخطوط ديالو للحدوره ديال البلاد باش ما يشجعش الانجراف ديال التربه والضياع ديال التربه الصالحه في السواقي والويدان. واخيرا، خاص يبقى ما بين الحط وعمليه الزرع شي سيمانات باش ترقد الارض وما تبقاش منفوخه بقوه الهواء والريح. ملاحظه اليوم. بزاف ديال المرات وفي بزاف المناسبات يوقع نقاش ومداركره كبيره ما بين الاخوان الفلاحه ولا التقنيين على شكون اللي احسن ما بين المحرات ديال التبصيل والمحرات ديال الموس. فواش تنعرفوا ان المحرات ديال التبصيل تيقطع الارض بسهوله اكثر من المحرات ديال الموس، وتيطلب قوه ديال التراكتور اقل منه، لكن هاد المحرات ديال الموس تيقلب الارض احسن من التبصيل. اذا كل واحد من المحرات بجوج عنده المحاسن ديالو والمساوئ اللي ناقصه. خاص الانسان يحاول يستغل المحاسن ويبعد شويه على المسائل القبيحه اللي في النوع ديال المحرات اللي غادي ياخذو. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.